اهلا بيكم في قناة هنحكي. في صباح يوم الحد 15 نوفمبر 1959، وفي قرية صغيرة غرب تكساس بأمريكا، خرج السيد كلارنس يوصل بنته لبيت صاحبتها نانسي كلاتر عشان تروح مع عائلتها الكنيسة. البنت جرتت على الباب كتير لكن محدش فتح، وقالت لأبوها أكيد ناس لسه نايمين، لكن باباها قال لها مش من عادة السيد كلاتر إنه يتأخر عن الكنيسة يوم الحد. بس عربية السيد كلاتر كانت واقفة، عشان كده باباها اعتقد فعلا إن هما لسه نايمين، وقال لبنته نحاول ندخل نصحيهم. فراحوا لباب المطبخ الخلفي ولقوه مفتوح، فدخلوا وشافوا محفظة نانسي واقعة في أرضية المطبخ وفاضية. بنته فضلت تنده على نانسي بس محدش رد عليها، فطلعوا يشوفوها في اوضتها وباب الاوضه كان مفتوح. واول ما دخلوا لقوا نانسي نايمه على سريرها والدم مغطيها. انفزع السيد كلارنس هو وبنته وجريوا من البيت، وراح بلغ العمده، والعمده طبعا بلغ البوليس. ولما جه البوليس عرفوا من العمده واهالي القريه ان السيد كلاتر عايش في البيت مع زوجته وبنته نانسي 16 سنة وابنه كينيون 15 سنة، وليه بنتين كمان كبار بس مش عايشين معاه، وإن السيد كلاتر عنده مزرعة وبيعامل العمال عنده معاملة كويسة، ومتعود يديهم كمان مكافآت كبيرة، وبيساهم في أعمال خدمية للقرية والكل بيحترمه. يعني من الآخر مش ممكن يكون ليه أعداء. كمان السيد كلاتر كان معروف عنه إنه بيكره يتعامل بالفلوس النقدية، وكل تعاملاته كانت بالشيكات. ولما بدأ البوليس يعاين البيت، طلعوا لأوضة نانسي ولقوها نايمة في سريرها وإيديها ورجليها مربوطين وعلى بقها شريط لاصق ومقتولة. اتقتلت برصاصة في راسها، عرفوا بعدها إنها رصاصة بندقية، بس لاحظوا إن نانسي كانت متغطية. بعد كده راحوا لأوضة مامتها وكان وضعها زي بنتها نانسي بالظبط، بس لاحظوا ان زوجة السيد كلاتر كانت لابسة بعض المجوهرات. وابتدوا بقى يدوروا على السيد كلاتر وابنه ولقوهم في القبر، والولد كان نايم على كنبة ومربوط من ايديه ورجليه ومقتول برصاصة في وشه، بس لاحظوا ان كانت تحت راسه مخدتين. ولقوا السيد كلاتر نايم على وشه ورجليه بس هي اللي مربوطة ومقتول، بس لاحظوا انه كان نايم على كرتونة مرتبة وكان جنبه اثار حذاء، وقالوا ان هي مش ممكن تكون لحد من الضحايا لان محدش فيهم كان لابس حاجة في رجليه وقتها. ولما البوليس فتش البيت لقى ساعة نانسي الذهب محطوطة في احد احذيتها في الدولاب بتاعها، وفسروا ده بان احتمال تكون نانسي ساعتها سمعت حركة غريبة في البيت وعشان كده خبت ساعتها. بس اللي كان محير المحققين واستغربته قوي ان القاتل كان حريص انه يغطي نانسي وامها، وحط مخدات تحت راس كينيون، وفرش كرتونة مرتبة تحت السيد كلاتر، وكأن يعني القاتل كان بيتعامل معهم على انهم نايمين، واتطمن كمان ان هما نايمين نومة مريحة. المحققين قدروا وقت حدوث الجريمة انه حصل ما بين الساعة 11 مساء 14 نوفمبر والساعة 2 صباح 15 نوفمبر، وتأكدوا ان كل العيلة ماتوا برصاص بندقية واحدة. ولما سألوا مديرة المنزل عن اي حاجة اختفت من البيت، قالت لهم ان الراديو الصغير بتاع كينيون مش موجود. وهنا بقى افترضوا ان الجريمة حصلت بدافع السرقة، لكن بعدها استبعدوه، لان زي ما قلنا زوجة السيد كلاتر كانت لابسة بعض المجوهرات، ولو الدافع كان السرقة كان اكيد القاتل سرقهم. والفترة المحققين ما توصلوش لاي حاجة، فاعلنت السلطات عن مكافأة مالية كبيرة للي يقول لهم عن اي معلومات عن القاتل. وانتشرت الحادثة واتذاعت في الاذاعات وانتشرت في الجرايد، وفي يوم 17 نوفمبر 1959 كان في راجل مسجون اسمه فلويد قال لضابط السجن انه يعرف القاتل. فلويد قال انه اشتغل في مزرعة السيد كلاتر لمدة سنة، وبعدها بعشر سنين اتقبض عليه في جريمة سرقة، وقال لما سجنت كان معايا في الزنزانة مسجون اسمه ريتشارد، وانه فضل معايا يعني مسجون في الزنزانة 3 شهور، وكنت بحكي له عن شغلي في مزرعة السيد كلاتر، وانه راجل غني قوي وعنده خزنة في بيته فيها ما يقلش عن 10,000 دولار، وانه يعرف تفاصيل بيت السيد كلاتر كويس. وقال لهم كمان ان من بعدها فضل ريتشارد يسأله كتير عنه، وفي يوم قال له انه لما يخرج من السجن حيروح هو وصاحبه يسرقوه.
انا ما صدقتوش، بس لما سمعت بخبر الجريمه في الاذاعه اتاكدت ان ريتشارد هو اللي عملها، وادالهم مواصفاته وعنوانه، وابتدا المحققين يدوروا عليه هو وصاحبه، وعملوا نشره بمواصفاتهم ووزعوها على كل اقسام الشرطه. واتقبض على ريتشارد وصاحبه وهم راكبين عربيه، ظهر بعدها انها مسروقه، وكانوا بيقوموا ببعض عمليات نصب عشان عايزين يهربوا من البلد. ولما فتشوا العربيه لقوا فيها حذاء تطابق مع الاثار اللي كانوا لقوها جنب جثه السيد كلاتر. وابتدى تحقيق معاهم واستمر فتره طويله قوي، وفي نهايتها اعترف ريتشارد ان صاحبه بيري هو اللي قتل العيله كلها. ولما واجهوا بيري باعترافات ريتشارد عليه، قال لهم انا هحكي لكم على كل حاجه. قال بيري ان صاحبه ريتشارد كلمه بعد ما خرج من السجن، وقال له انهم هيروحوا يسرقوا السيد كلاتر، وانه عارف عنه كل حاجه من صاحبه فلويد اللي كان مسجون معاه، ولو حد شافنا نقتله عشان ما نسيبش شهود علينا. واشترى ريتشارد بندقيه ودخلنا البيت من الباب الخلفي لانه كان مفتوح، ورحنا على المكتب عشان نسرقه، يعني عشان نسرق الخزنه اللي كانت فيه، اللي فيها طبعا زي ما قال فلويد لريتشارد 10,000 دولار. لكن واحنا في المكتب دخل علينا فجاه السيد كلاتر، وريتشارد قال له بهدوء عايزين نتكلم معاك شويه، وقال له كل اللي عايزينه منك تقول لنا مكان الخزنه فين. والسيد كلاتر قال له انا ما عنديش اي خزنه، وانا صدقته، لكن ريتشارد زعق له وقال له انت كذاب وقول لنا الخزنه فين. وقرر السيد كلاتر انه ما عندوش خزنه. ورحت انا قطعت سلك التليفون، ولما رجعت المكتب لقيت ريتشارد اخذ الفلوس اللي كانت في محفظه السيد كلاتر، وكانوا 30 دولار بس. اخذنا السيد كلاتر وطلعنا اوضه زوجته، لاننا افتكرنا ان يعني معاها فلوس هنقدر نسرقها، بس ما لقيناش في محفظتها غير دولار او اتنين. والحقيقه انا مش عارفه ليه لغايه دلوقتي مش قادره افهم هما ليه ما سرقوش المجوهرات اللي كانت لابساها زوجة كلاتر. المهم قلت لريتشارد ان الناس دول ما بيكذبوش، وانهم فعلا ما معهمش فلوس، وان صاحبك فلويد كذب عليك. فريتشارد زعق لي وقال لي لازم نفتش البيت ونشوف ندور على اي حاجه نسرقها. دخلنا السيد كلاتر هو وزوجته الحمام وقفلنا عليهم. بعدها رحنا اوضه البنت اللي كانت مرعوبه وفتشناها، لقينا محفظتها كان فيها دولار واحد. خدنا البنت وحبسناها مع ابوها وامها في الحمام، ورحنا لاوضه الولد ما لقيناش فيها غير راديو صغير واخدته، وحبسنا الولد مع عيلته في الحمام. بس اخدنا السيد كلاتر ونزلنا به القبر، وشفت كرتونه مرتبه على الارض، وقلت للسيد كلاتر ينام عليها، وربطت رجليه وايديه. وجبنا الولد نزلنا القبو برضه، ونيمته على الكنبة، وربطت ايديه ورجليه، وحطيت مخدات تحت راسه. بعد كده ربطت البنت وامها كل واحدة في اوضتها وغطيتهم، ونزلنا انا وريتشارد القبو، لقينا السيد كلاتر فك ربطة ايده لانه كان قوي جدا، فريتشارد خاف منه وضربه بالبندقية اللي كان اشتراها، وبعدها ضرب كينيون في راسه. وطلعنا لقط البنت وامها وقتلهم ريتشارد بالبندقية برضه. كنت خايف قوي مرعوب، لكن ريتشارد طمني وقال لي مفيش شهود علينا. واتسجن المتهمين، وفي سنة 1965 تم اعدامهم. والجريمة بعدها اتحولت لرواية باسم In Cold Blood، بدم بارد، واللي ألفها هو الكاتب ترومان كابوتي، وهو اللي كان سمع بالجريمة. وقبل تنفيذ حكم الاعدام على ريتشارد وبيري اتقابل معاهم وكتب كل تفاصيل الجريمة زي ما حكوله بالظبط، وما انتهاش من كتابة الرواية غير بعد إعدامهم. الرواية حققت نجاح كبير جدا، وتحولت لفيلم سينمائي بنفس الاسم In Cold Blood، قام ببطولته الممثل روبرت بليك. وبكده تكون حكايتنا خلصت النهاردة، وأشوفكم في حكاية جديدة. تحياتي.